بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اكيد في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. زي ما تعودنا مع بعض الفتره اللي كنا فيها مع بعض ان احنا الحلقه بتبقى عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه اخبارنا النهارده هتتابع فرقنا جوه مصر وبره مصر اللي ابتدت مشوار البطوله هذا الموسم، ومعانا تقارير كمان مع فرقنا المختلفه، ده اللي هنشوفه في النصف الاول من حلقتنا. النصف الثاني لو حضراتكم تفتكروا احنا ياما طالبنا يعني بان يكون لنا منتخب قوي في كره اليد سيدات اسوه بالرجال، وهنفضل نقول ده ونفضل واقفين جنبه وراه لان احنا شايفين نستحق ده ونقدر نحقق ده، لان هو حقيقه كره اليد عندنا يعني مفاتيح التفوق فيها. فاللجنه المؤقته اللي جت اللي بتدير اتحاد كره اليد دلوقتي عملت شغل في هذا المجال وانشات فريق مصر لكره اليد سيدات وبدا يشارك في افريقيا. اي نعم النتائج لسه مش اللي احنا عايزينها، ولكن البدايه تكفي. وفي نفس الوقت مشي في المسار الاخر وهو الناشئين والناشئات، كان اخرهم منتخب الناشئات لكره اليد مواليد 2006 واللي لعب بطوله افريقيا اللي كانت في الفتره من 16 23 سبتمبر، واللي نجح فيها انه ياخد بطوله افريقيا بعد فوز كبير امام المنتخب الغيني 29 16، وكانت البطوله بتحتضنها مدينه المنستير التونسيه. منتخب مصر كان فيه 6 لاعبات من النادي الاهلي، ده عدد كبير جدا جدا جدا. النهارده حلقه النهارده هتبقى في المحورين، المحور الاول ان احنا يعني سعداء بتكوين منتخب 2006، احنا بنتكلم في منتخب عنده 17 سنه وده السن اللي انت بتبتدي فيه تعده سنتين 3 4 21 سنه بيخش يبقى المنتخب الكبير بيشيل الرايه، طبعا مع القدامى او اللي قبليهم، ولكن هو ده اللي هيبقى الكور تيم او الفريق المهم لمصر كمان سنتين 3، واكيد بعد فوزه بافريقيا تاهل لكاس العالم. فالنهارده الحلقه مهمه المحورين، الاول بنحتفل مع بطلتنا وبنشوف كمان مستقبل منتخب مصر في الفتره القادمه، خاصه ان هذا السن زي ما قلت لحضراتكم اهم سن. هنروح لفقرتنا الاولى الا وهي الاخبار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، هنبتدي اخبارنا اكيد هنبتدي بكره اليد الرجال وسيدات اللي سافروا وصلوا كونغو برازافيل عشان يبتدوا بطولة أفريقيا لكرة اليد الأبطال، أبطال الدوري. البطولة دي مهمة للفرقتين، ويمكن دي أول مشاركة للسيدات، احنا بنبتدي طبعا بأخبار رجال وسيدات، بس السيدات أول مشاركة من فترة طويلة جدا، يمكن شاركوا في أبطال الكؤوس يعني من فترة قريبة وخدنا البرونزية، ولكن دي أول مشاركة كأبطال دوري، لأنه أكيد بتبقى البطولة أصعب شوية من أبطال الكأس. الفريقين سافروا مع بعض ووصلوا كونغو برازافيل، بدأوا يتمرنوا. البطولة بتاعت الرجال هي البطولة رقم 44 أو في نسختها الـ 44. هنا النادي الأهلي بيدور على المكسب، لأن اللي هيفوز بالبطولة دي هيحجز مقعده في السوبر اللي جاي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. وكمان البطولة يعني بتبقى قوية وجامدة ولكن ماتشاتك بتبقى تدريجية. بعد شوية هيقام المؤتمر الصحفي أو مش القرعة، الاجتماع الفني عشان يوضحوا كل حاجه بخصوص البطوله. القرعه اتعملت وتوضح فيها الفرق بشكل كبير، ويمكن يومين الجايين ممكن يبقى فيه فرقه تعتذر لغايه قبل الاجتماع الفني، فرقه تعتذر، فرقه ما تجيش. اللاست ابديت هنعرفه بعد المؤتمر الفني. طبعا اكيد مستر ديفيد ديفيدز اختار قائمه من 18 من 19 لاعب عشان يسافروا هذه البطوله. البطوله من 27 سبتمبر ولغايه 7 اكتوبر. مين ال 19 لاعب؟ ابراهيم المصري، راضي محمد، عبد الرحمن طه، محمد ابراهيم، عبد الرحمن فيصل، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني، فوكس اللي بنقول الحمد لله على السلامه، طبعا يعني نتمنى له كل التوفيق بعد عودته من اصابته بالرباط الصليبي، احمد راضي نفس الكلام يعني بنقول الحمد لله على السلامه برضو، ياسر سيف، محسن رمضان، عبد العزيز، ايهاب زيزو، محمد لاشين، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، احمد هشام سيسه، محمود عبد العزيز جدو. دي قائمه الفريق اللي سافرت من 19 لاعب لكونغو برازافيل. القرعه كانت عملت من حوالي شهر والاهلي جه على راس المجموعه الاولى، اللي هي مين بقى المجموعه؟ هتلاقي نفس الفرقه بتتكرر في ابطال الدوري، هي في ابطال الكاس، شبيبه كينشاسا الكونغولي، وفاب الكاميروني، وبي ام سي بطل الكونغو برازافيل، وشبيبه امل الجزائري. دي مجموعتنا، متوقع ان شاء الله ناخد اول زي ما حضراتكم عارفين، اول بيلاعب رابع وبعد كده نطلع قبل النهائي وبعد كده نهائي. زي ما حضراتكم عارفين المنافس التقليدي لينا في هذه البطولات بيكون نادي الزمالك. نادي الزمالك اعتذر او انسحب من هذه البطوله، ما راحش. فهتقول لي البطوله سهله؟ ابدا البطوله مش سهله، لانه فرق التونسيه ممكن تفاجئك بفيرجن او نسخه قويه جدا.
يمكن الفرقه التونسيه غابت البطولات اللي فاتت وغابت عن البطوله بشكل او باخر السنه اللي فاتت عشان اسباب اقتصاديه طبعا، او يمكن ما كانش فيه التمويل الكافي للمشاركه. وارد جدا تلاقي فرقه تونسيه مشاركه وتلاقيها قويه، فانت ما هنا ما فيش، زائد الفرقه المغربيه كمان اكيد هتشارك. فانت النهارده البطوله مش سهله، ولكن يعني عدم وجود نادي الزمالك، انت في بطولات رحتها وما لعبتش نادي الزمالك لانه كان مثلا ما توفقش، فهي مش مقياس ابدا مشاركه نادي الزمالك او عدم مشاركته. ولكن انت عندك بطوله بتلعب مع الابطال في افريقيا، مهم جدا نفوز بيها ان شاء الله لعده اسباب. اولا انت النهارده لما تبتدي الموسم ببطوله كبيره زي دي اكيد اكيد بتكون في حته تانية نفسيا وفنيا وكل شيء. بطوله زي دي في بدايه الموسم مهمه جدا جدا جدا، ويكفي ان هي هتحجز مقعدك في بطوله السوبر القادمه، يعني انت كده هتبقى ضربت عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. هنروح للسيدات اللي كمان سافروا زي ما قلت لحضراتكم على طياره واحده ونفس البطوله في الكونغو برازافيل. يمكن مهمه السيدات اصعب شويه، وذلك لوجود الفرقه الانجوليه زي ما حضراتكم عارفين. قائمه الفريق كانت 19 لاعبه، اقل لاعبه واحده من فريق الرجال، وهم نصر عيد عبد الملك، شهدي الشواربي، منة الله سيد، فرح الشاذلي، امين هشام، فرح حازم، تؤى كامل، رنا راضي، والسنغاليه دونجو كامارا للسنه الثانيه موجوده معانا، والانجوليه دا سيلفا اللي الحقيقه اتعاقدنا معاها قبل هذه البطوله على طول، رحمه محمد، روان سعيد، دنيا صقر، ملك احمد، امين عاطف، نوال خليل، ساره الخولي، وطبعا ليلى حماد. دي يعني قائمه الفريق. وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا اثنين اجانب معانا في الفرقه، لاعبه سنغاليه طبعا كمارا، واللاعبه الانجوليه دا سيلفا. هنقول بقى يعني يمكن الاهلي جه في مجموعته فرق قويه وفرق برضو يعني متوسطه المستوى، يعني اهم فرقه بريميرو دي اوجست او اول اغسطس الانجولي، احد افضل الفرق واللي دايما بيحجز مقعده في الفاينل، ولكن ان شاء الله فريق الاهلي يعمل معاه ماتش كويس. شركه الملح الكونغولي ومواطنه اوتوهو الكونغولي وتيزيكو الكاميروني، كل الفرق دي مع مجموعه النادي الاهلي برضو كالعاده بيترتبوا من الاول للرابع، وكروسات الشهيره اللي حضراتكم عارفينها، دور الثمانيه وبعد كده قبل النهائي وبعد كده النهائي والخامس طبعا من المجموعتين، ده لو في خامس بيلعبوا ترتيب مراكز. طيب فرقتنا استعدت ازاي؟ الرجال استعدوا ببطوله البوسنه اللي رحنا فيها وصلنا فاينل وخسرنا من برشلونه لو حضراتكم فاكرين، وزعناها على قناه النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا استكملوا الدوري ولعبوا تقريبا على ما اتذكر خمس جولات فزنا بيها، واحنا متصدرين الجدول هنا قبل ما نسافر. مباراه منها كان مباراه صعبه، ده الرجال منها مباراه صعبه كانت مع سموحه خارج ارض يعني او خارج الارض، ومباراه مهمه كانت على ملعبنا برضو زي المعادي وخلافه. كل المباريات دي كانت استعداد للبطوله. طب السيدات استعدوا ازاي؟ السيدات ما كانش ليهم معسكر خارجي، ولكن استعدوا من خلال بطوله القاهره اللي لعبوها، ولعبوا اكتر من جوله زائد مباراه كمان مع سموحه كانت مباراه وديه، كانت على ملعبنا في صاله الامير عبد الله الفيصل، اكيد حاجه يعني كانت تجربه جيده. طيب برضو لعبنا مع نادي سبورتنج احتكاك قبل المشاركه في البطوله القاريه، ده بالنسبه للسيدات. وفكر حضراتكم ان فريق سيدات صاحب برونزيه ابطال الكؤوس الاخيره اللي اتلعبت طبعا في شهر 5 اللي فات، وده طبعا بعد 30 سنه عن غيابنا عن المربع او مش المربع، المراكز الثلاثه الاولى. اخر انجاز كان من 30 سنه بالظبط، كان حصول فريق السيدات على البرونزيه. فالنهارده اصرار النادي الاهلي اللي لازم نشكر عليه مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي على هذا الاصرار ان السيدات يشاركوا. كان دايما بتلاقي السيدات بتشارك في البطولات اللي الاهلي بينظمها بس، وكان اخرها على ما اتذكر 2018 او 2017 وكانت على صاله الشهداء، وبعد كده قعدنا فتره طويله غايبين، وبعد كده يعني مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب قرر انه يستمر الدعم. النهارده بيشارك السيدات في الكؤوس وحصل تدعيمات، محترف انجوليه دا سيلفا اللي شاركت معانا وتعاقدنا معاها، وعوده يعني لاعبات كتير كانت في اعاره منها ساره الخولي اللي رجعت للنادي مره اخرى. يعني قصدي اقول ان في تدعيمات لهذا الفريق بشكل جيد، كابتن محمد عادل زولا المدير الفني اللي الحقيقه يعني ما بيسيبش حاجه يقدر يعملها اللي ما بيعملها. ان شاء الله كل التوفيق لفرقنا، وزي ما قلت لحضراتكم البطوله تبتدي من 27 سبتمبر ان شاء الله ولغايه 7 اكتوبر اللي جاي باذن الرحمن، ونتمنى التوفيق لفرقنا باذن الرحمن. هنروح لكره السله رجال وسيدات. الاتحاد المصري ولجنه المسابقات برئاسه الكابتن احمد كامل يعني اجروا قرعه كاس مصر رجال وسيدات، والحقيقه يعني جت يعني الحمد لله القرعه لطيفه شويه. وخلينا اقول في الكاس ان انت بتتكلم قبل النهائي ونهائي، يعني بيبقى قبل كده بتبقى الامور صعبه ولكن كل شيء وارد.
لو رحنا للرجال هنلاقي ان الاهلي هيلعب مع سكر قوس في دور ال 16 وهيستنى يلعب دور الثمانيه الكسبان من الطيران وطلائع الجيش وهليوبلس، وهيكون طبعا هم يعني هيكون تباعا الطيران وطلائع الجيش وهليوبلس، ثلاثه من دول هيطلع منهم فرقه تقابلك وهيكون في سكته قبل النهائي نادي الجزيره. هو ده الكلام. انت دايما بتبص طبعا كابتن احمد كامل اللي قدامه المايك بتاع قناه النادي الاهلي ده رئيس لجنه المسابقات، وبالمناسبه كابتن احمد كامل كان حكم دولي وكان يعني من كبار الحكام اللي كان يعني بيسند اليهم المباريات المهمه، هو دلوقتي رئيس لجنه المسابقات. طيب هنروح للسيدات، ما عندناش حاجه في دور ال 16، احنا على دور الثمانيه على طول، وهنستنى الكسبان من نادي الاتحاد الاسكندري ومصر التامين. نادي الاتحاد الاسكندري عمل فرقه سيدات محترمه جدا، وفي حاله صعودنا باذن الله لاعب الكسبان من هليوبلس هنلعب مع هليوبلس والكسبان من الشمس والتوفيقيه، هنستنى منهم الثلاثه فرقه تقابلنا. بنفكر حضراتكم اكيد ان الاهلي هو حامل لقب البطوله اللي فاتت سواء على الصعيد الرجال او السيدات، ومش كده بس طبعا السيدات يعني حصدنا خمس بطولات الموسم الماضي، خمسه من خمسه هتزيد عليهم السنه دي بطوله افريقيا. شد حيلك يا كابتن طارق خيري، كاميرا الابطال كانت موجوده في القرعه دي وشفنا مراسم القرعه واجراءها، نتفرج عليها ونرجع لحضراتكم تاني. النادي الاهلي هو اللي هيشارك في بطوله افريقيا، نتمنى له التوفيق يا رب لانه هو ممثل مصر في افريقيا. ان شاء الله كل التوفيق يحصل على البطوله العام الثاني على التوالي ويشارك في كاس العالم ثاني ويحقق نتيجه اكتر في كاس العالم. يمكن يعني كان طموح الجماهير كان كبير جدا في ثقه في فرقتهم وثقه في الجهاز الفني، واحنا كاتحاد كان كلنا ثقه ان شاء الله يعني في يوم انهم يحققوا ميداليه، ما حققوش السنه دي. نتمنى لهم الحصول على بطوله افريقيا ومشاركتهم وتحقيق ميداليه الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله السيدات مشارك فيه من مصر الاهلي وسبورتنج، نتمنى لهم كل التوفيق يا رب باذن الله، وان شاء الله المباراه النهائيه تبقى بينهم وفرقه مصريه تحصل على البطوله، وكل التمنيات للفرقه المصريه لانها بتمثل مصر. يعني لما فرقه نادي بتلعب نادي سين نادي صاد بتلعب باسم مصر او ممثله لمصر، كل الناس بتقول مصر ما بيقولوش يعني، فدي جزء من الكل يعني، دي جزء من كره السله المصريه. فاحنا كلنا بندعم اي فرقه بتحصل او بتشارك في بطوله وبنهنيها اول ما بتحصل على البطوله على طول باذن الله. دخلنا في المجموعه ان احنا على طول اول ماتش بما اننا البطل، فاحنا هنعدي الماتش الاولاني هندخل على دور الثمانيه على طول، هنقابل الكسبان من الاتحاد السكندري ومصر التامين على ملعب الكسبان في دور الثمانيه. طبعا الناحيه الثانيه بقى فريق سبورتنج والجزيره، واحنا معانا يعني في سكتنا هليوبلس واتحاد سكندري ومصر التامين. طبعا هي اتقسمت ايكوال يعني، ده الطبيعي ان انت كل ما هتعدي دور هتقابل فريق احسن يعني. فطبعا بس فريق اتحاد سكندري ومصر التامين فرقتين الاثنين كويسين وهنقابلهم بره ملعبنا، ف ربنا يكرم ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله السنه دي هنشارك في خمس بطولات اللي هم دوري المرتبط ودوري عام وكاس السوبر وكاس مصر ومنطقه القاهره. ان شاء الله زاد عليهم بطوله افريقيا ان شاء الله عندنا في النادي في شهر ديسمبر ان شاء الله. طبعا احنا بدانا فتره الاعداد بقى لنا شويه شغالين فيها، بس لسه ما اكتملناش للاسف لحد دلوقتي. يعني بطوله المنطقه اصلا بدات، احنا خلصنا ماتشين النهارده، الماتش الثالث مع مصر للتامين الساعه 8 بالليل على ارضهم. لسه لحد دلوقتي ما اكتملناش كلنا نظرا للمنتخبات والكلام ده، في منتخب 3-3 متجمعين، فاحنا النهارده نعتبر هنبقى 9 لعيبه هنكمل بناشئين. ويوم الخميس على طول هليوبلس ده منطقه القاهره، بعد كده هنبدا نلعب اول الادوار بقى في الدوري يوم 5 و6 و7 و10 ورا بعض ان شاء الله. هو بالنسبه لبطوله كاس مصر هي هتبدا الدور ال 32 هيبدا يوم 21/10، طبعا دور ال 16 هيبقى بعدها طبعا بفتره شويه، اول ما الجدول هيتبعت لنا من الاتحاد المصري لكره السله هنقدر ان احنا نعرف المواعيد بتاعتنا، انما هو دور ال 32 هيبدا 21/10 ان شاء الله. بالنسبه للاستعدادات احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا، خدنا رابع كاس عالم انديه بطوله الاي سي سي في سنغافوره، احنا لسه راجعين الحمد لله امبارح، والنهارده كان قرعه كاس مصر، والفتره اللي جايه عندنا ان شاء الله سفر، بنستعد طبعا للسفر للبطوله العربيه هتقام في دوله قطر من يوم 1/10، احنا ان شاء الله مسافرين يوم 30/9 هيبقى عندنا تمرين هناك في قطر، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرم بقى ونفرح جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وربنا يكرمنا ونرجع بالكاس زي ما احنا عودناكم كل موسم ان شاء الله، وعودنا جماهير الاهلي ان احنا ربنا يكرمنا ونرجع نفرح كل الجماهير ومجلس الاداره. طبعا معروف في مسابقات الكاس عاده بخروج المغلوب،
فاحنا كنا نتعشم السنه دي يشارك اكتر ناس في الكاس رجال وسيدات، لكن العدد كان قليل شويه، يعني السيدات 11 نادي بس والرجال 18 نادي. عملنا بالنسبه للرجال دور ال 32 وبنجنب الاربع فرق اللي هم حاصلين على المراكز الاولى السنه اللي فاتت، الاول والثاني والثالث والرابع، سواء في الرجال او في السيدات. فالسنه اللي فاتت كان الاهلي حصل على السيدات، والثاني كان الجزيره، والثالث سبورتنج، والرابع اليوبلس. برضك نفس الموضوع بالنسبه للاهلي، خد الكاس رجال، والزمالك الثاني، والاتحاد الثالث، والرابع كان الجزيره. فدول جنبناهم من القرعه بيبقوا باي، وبنعمل قرعه على الملاعب كمان، اللي لازم الكاس بنعمل قرعه على الملاعب ان مين اللي هيلعب على مين، الماتش ده هيتلعب على مين. النهارده كان في كره كاس مصر، الحمد لله كان حضر فيها رئيس الاتحاد المصري الدكتور مجدي ابو فريخه، وحضر اعضاء الاتحاد بالكامل، كابتن عمر مسلحي، والكابتن حسين بشبيشي، والكابتن ايمن نور حضرتك، وكابتن حمدي المناعي، ولفيف من جميع اعضاء انديه مصر اللي هم كانوا مشتركين في كاس مصر. الحمد لله شرف عظيم ان الجرعه جات معانا النادي الاهلي، وان شاء الله هيشرفونا في الصعيد، وهنكون عند في حسن استقبالهم احسن استقبال، والصعيد كله هيحتفل بالنادي الاهلي. وفخر لمحافظه قنا ان النادي سكر روس هيمثل محافظه قنا ويلعب النادي الاهلي في كاس مصر. زي ما حضراتكم شفتوا وشفتوا كابتن عليا لما قالت انه احنا هنشارك في 6 بطولات السنه دي، الخمسه بتوع السنه اللي فاتت وزادت عليها بطوله افريقيا، وكان معانا كابتن طارق خير الحلقه اللي قبل اللي فاتت، وادينا تصريح كان خاص بقناه النادي الاهلي انه النادي الاهلي بنسبه 99% او 9 من 10 ان شاء الله هيستضيف بطوله افريقيا للابطال سيدات هذا الموسم، واكيد دي اكيد هتساعدنا بشكل كبير. حامل اللقب هو نادي سبورتنج السنه اللي فاتت واللي فاز ببطوله افريقيا، ولكن النادي الاهلي استطاع انه يفوز وانه يعني يحصد كل البطولات من نادي سبورتنج. كان في بعض البطولات نادي سبورتنج هو المنافس، والبعض الاخر كان نادي الجزيره. هنروح للخبر الاخير قبل الفاصل عشان نستقبل ضيوفي، الا وهو كره السله رجال. خليني اوضح لحضراتكم انه كره السله رجال بدات الموسم بقوه. اول بطوله كان بطوله العالم اللي اتلعبت في سنغافوره وتابعناها كلنا، والنادي الاهلي في انجاز تاريخي حصل على المركز الرابع وفاز على بطل الجي ليج الامريكي اجنايت، والحقيقه كان يعني فرحنا بيها، وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نحقق ميداليه في يعني انجاز غير مسبوق. ولكن رابع عالم ده حاجه مش وحشه ابدا، وبتخسر بشرف حتى في الثالث والرابع. والبرازيل اللي كانت معاك في المجموعه هي اللي خدت البطوله، كسبت بطل المانيا، فاذا انت فالكو البرازيلي، فاذا انت الحمد لله فرقتك فرقه جيده جدا. رحنا رجعنا على القاهره، هنروح على ان شاء الله الدوحه عشان البطوله العربيه. القرعه اتعملت امبارح، القرعه اتعملت امبارح، وعلى فكره البطوله دي رقم 35، البطوله دي رقم 35 في البطولات او النسخ 35. طيب مين المجموعات؟ بس خليني اوضح لكم حاجه، ان انت ليك 3 اجانب في هذه البطوله لكل فرقه، منهم واحد عربي. فطبعا الفرقه البطوله بتكون قويه جدا. هقول لكم اسامي الفرق وانتوا هتشوفوا قد ايه البطوله قويه جدا. يعني انا في اوقات بقول ان البطوله دي اقوى من البال. طيب المجموعه الاولى، نقول المجموعه الرابعه، مجد طنجه المغربي، دجله الجامعه العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت اللبناني. هنخش على لا دي مجموعه، لا خليني اقول لكم المجموعات، لا استنوا بس قبل ما اقول مجموعه الاهلي هاخد لكم مجموعه مجموعه. المجموعه الاولى قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني، المحرة البحريني، الكويت الكويتي. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه، اتحاد الاسكندري، اتحاد الجزائر، الاهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني. المجموعه الثالثه، القادسيه الكويتي، وحده صنعاء اليمني، جمعيه سلا المغربي، الفتح السعودي. المجموعه الرابعه، الاهلي المصري، مجدي طنجه المغربي، دجله الجامعه العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت اللبناني. الاهلي هيلعب 4 مباريات. خليني اقول لكم توقعاتي. الاهلي ان شاء الله اول المجموعه، بيروت اللبناني الثاني، الاتحاد الليبي الثالث، اول ثاني والثالث ممكن يتبادل المركز، بس ان شاء الله ناخد اول. البطوله دي اصعب من البطوله اتعملت في الكويت. احنا كنا لعبنا الفاينل السنه اللي فاتت في نفس التوقيت وما توفقناش، وخسرنا من الكويت. الكويتي 78-77 فرق نقطه، وحضراتكم فاكرين الاحداث اللي حصلت في هذه المباراه وازاي ما كانش الحكم موفق بشكل كبير باعترافه هو
يعني باعترافه هو عن الازمه اللي حصلت، ولكن ان شاء الله فرقتنا السنه دي جاهزه، لعبه مباراه على اربع مستوى لعيبه المنتخب، عندنا ارقام جيده جدا. ايهاب امين خد اعلى ستيل في بطوله الكاس العالم اللي فات 2.6 بير جيم، عندك بطوله العالم للانديه عمر طارق واخد اعلى ريباوندر في البطوله، يعني انت عندك ارقام على مستوى العالمي، لعيبتك بشكل كويس جيده، عندك ثلاث اجانب ممتازين، ان شاء الله فرقتنا تكون هي البطل لهذا الموسم. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في اجراء القرعه، هشوفها مع حضراتكم وافكركم تاني ان شاء الله بعد الفاصل. هينضم الي ضيوفي طبعا بطلات ولاعبات منتخب مصر 2006 بطوله افريقيا واللي فازوا بيها منذ ايام في نهائي مع النادي او منتخب الكونغو، وكانت النتيجه كبيره 29-16، وكانت البطوله في تونس. وكمان هيكون معايا كابتن سامح لبيب مدير قطاع الناشئات في النادي الاهلي، اللي اكيد ليه دور كبير في اعداد هؤلاء اللاعبات ان هم يكونوا بالمظهر ده مع المنتخب. وهيكون معانا كمان كابتن محمد، يعني كابتن محمد متولي، كابتن محمد متولي ده مدير فني الفريق اللي هيكون معانا برضه، وهنتكلم معاه عن كل شيء. ده هيكون بعد الفاصل، يبقى الاول هنطلع لتقريرنا عن قرعه البطوله العربيه، ثم الفاصل، ثم استقبل ضيوفي. والله انا بعد البطوله القرعه ما خلصت، انا شايف انها قرعه متوازنه لكل الفرق، يعني ان شاء الله تبقى بطوله موفقه، بطوله قويه. دلوقتي 18 فرقه هيوصل لدور ال 16، 16 نادي في البطوله. المباراه التمهيدي هتقام لغايه يوم 6/10، يوم 7/10 ان شاء الله راحه، وبعد كده نبتدي يوم 8/10 مباراه دور ال 16. فيعني في فرق في البطوله كانت منتظره انها تشارك، كانت محطوطه على قائمه الاحتياطي نظرا لقوه البطوله، تعتبر اقوى البطولات في اجنده الاتحاد العربي لكره السله. ان شاء الله يعني يستمتع الجمهور العربي بقوه هذه البطوله زي البطولات العام الماضي، وكل التوفيق للفرق المشاركه ان شاء الله. البطوله العربيه ان شاء الله الانديه رجال بطولة تعتبر أكبر بطولة عربية موجودة على مستوى الوطن العربي، بدليل الاتحاد الدولي حطها على الكالندر بتاعته، موجودة أي حد يخشها على الكالندر بتاع الاتحاد الدولي هيلاقي البطولة العربية موجودة. ده مدلول نتيجة اهتمام الفرق المشاركة ومستوى الفني العالي من سنة لأخرى، من مشاركة السنة دي 18 فريق، السنة اللي فاتت 16، اللي قبلها 18، يعني عدد فرق كبيرة جدا. السنة دي 18 فريق بيمثلوا 13 دولة. البطولة إن شاء الله هتقام على أربع مجموعات، كل مجموعة في مجموعتين أربع فرق ومجموعتين خمس فرق، ثم هيبقى دوري من دور واحد ما بين كل مجموعة، وبعدين هناخد المجموعة الأولى والثانية هيلعبوا بعضهم الأول مع الرابع والثاني والثالث وهكذا، المجموعة الثالثة والرابعة، وده هيبقى دور 16، ثم هيبقى في دور الثمانية ودور الأربعة بعدها. البطولة من دور طبعا فيها نخبة عالية جدا من الحكام، الاتحاد الدولي احنا في ثلاثة حكام مشاركين كانوا في النسخة الأخيرة من بطولة العالم للكبار، ثلاثة عرب موجودين وموجودين في البطولة إن شاء الله. هنستعين من دور ال 16 بإذن الله تعالى بثلاث حكام دوليين من أوروبا، نتيجة قوة البطولة هنجيبهم في المراحل اللي فيها الضربة القاضية على طول، فهنجيبهم من دور ال 16 بإذن الله تعالى برضو نتيجة قوة البطولة. يعني بطولة قوية وإن شاء الله تبقى مميزة، وبنتمنى التوفيق للفرق المشاركة كلها. البطولة إن شاء الله مقامة في دولة قطر على صالتين، صالت الريان والغرافة، وصلتين تدريبتين تانيين تابعة للاتحاد القطري لكرة السلة، وهتقام خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر بإذن الله تعالى، وبينظمها نادي قطر بالتعاون مع الاتحاد العربي والاتحاد القطري إن شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، والحقيقه قبل ما ارحب بضيوفي وبطلات اللي في الاستوديو، الحقيقه عايز ابتدي ببيت شعر يعني بيوصف الحاله للاعب، او بيوصف لكل واحد بيجتهد وبيعني بيحصد يعني تعبه ومجهوده. خليني اقول لكم بيت الشعر: قرب الحصاد تشد في الناس الهمم، ان الحصاد لمن تفوق واغتنم، هذا حصاد العام بعد نضوجه، ما اجمل الزرع الزكي اذا ابتسم. اكيد كل واحد
بيفوز ببطوله اكيد كان في تعب كبير قبليها، بعد ما بيكسب اكيد بينسى كل ده. في البدايه برحب بضيفي كابتن سامح لبيب مدير قطاع الناشئات بنادي الاهلي. منورني يا كابتن. ازيك يا سيدي، ربنا يخليك. الحمد لله. والحقيقه مجهودك وتعبك مع البنات ومجهود النادي الاهلي كمان يكون في 6 لاعبات موجودين مع المنتخب اكيد دي حاجه تسعدك وانت اكتر الناس السعيد بيها. الحمد لله. طبعا احنا طبعا دي نتيجه تعب البنات وتعب اولياء امورهم ووقوف النادي الاهلي جنب البنات ديت، وكان دايما داعم ليهم ومساندهم، فعشان كده وصلوا ان احنا عندنا 6 بنات في منتخب 2006 وعندنا منهم 2 2006 في منتخب 2004 الاكبر كمان لعبوا قبل المنتخب الاكبر. الله الله لعبوا قبل ده ما شاء الله. ما شاء الله اكيد اكتر واحد سعيد انت دلوقتي اكيد. طبعا انا ده كل واحده فيهم لما بتوصل لحاجه اعلى دي حاجه بتبسطنا ان احنا بنبذل مجهود بنلاقي نتيجته في الاخر. اكيد. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك. عايز برحب طبعا بجودي محمد وينج ليفت الفريق والنادي الاهلي واخت ساره الخولي منورانا. ازي حضرتك؟ مبروك الحمد لله على السلامه ومنورانا. اكيد كمان برحب بمزنى احمد طبعا خط خلفي النادي الاهلي 2006 وخط خلفي المنتخب منورانا. ميرسي. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا. اكيد كمان برحب ببسمله احمد خط خلفي برضو كمان وفرود الفريق واحد اللاعبات المميزات كمان في 2006 في النادي والمنتخب منورانا. شكرا. والف مليون مبروك. شكرا. الحقيقه ابتدي معاك تاني يا كابتن سامح، يمكن اتجاه السيدات او الاتحاد دلوقتي، وطبعا النادي الاهلي سبق، يمكن النادي الاهلي اول نادي عمل عقود لفريق السيدات قبل ما يبقى فيه رسمي عقود جوه الاتحاد. فالنادي الاهلي داعم لفرق السيدات في كره اليد وكان شايف ده من زمان. النهارده ده بيترجم على ارض الواقع، عدد كبير جدا من اللاعبات الناشئات موجودين في المنتخبات. كمان فريق الاول النهارده السيدات بيشارك في بطوله الامم الافريقيه للابطال، لا بطوله افريقيا الابطال الانديه اللي موجوده في كونغو برازافيل. يعني النهارده النادي الاهلي بيدعم هذا القطاع بشكل كبير. كلمني عن الدعم ده وكلمني ازاي في الاخر بيكون فايده لمنتخب مصر. هو النادي الاهلي السنه دي بينتهج سياسه على جميع العاب الصالات، ان احنا بنبتدي ندعم الفرق الناشئين باللعيبه اللي هي ممكن تفيدنا في الدرجه الاولى. يعني احنا مش بنجيب لعيبه في الناشئات ان هي لعيبه بتخدم فرقه، لا احنا بنبص على الكواليتي اللي هو هيخدمني في الدرجه الاولى. فبالتالي احنا بنجيب لعيبه عشان المستقبل قدام. ماشي. احنا عندنا السنه دي فرقه 2006، طبعا الفرقه دي بطل من ساعه ما البطوله دي اتعملت، فيها عناصر مميزه بدليل ان العناصر اللي فيها بتلعب، في ناس بتلعب 2004 صحيح، في عندي 4 5 من الـ من الـ من الـ من 2006 اساسيين في فرقه 2004 في النادي الاهلي اللي هم السنه اللي فاتوا واخدين بطوله الدوري وبطوله الكاس، في منهم 2 3 بيلعبوا مع الدرجه الاولى. فاحنا عندنا قوام 2006 ان شاء الله ان شاء الله مستقبل للنادي الاهلي في الدرجه الاولى باذن الله. طب كابتن، يعني احنا المرتبط السنه دي او اللي بيبقى مرتبط مع الدرجه الاولى هو 2004 2006 السنين دول ولا لا؟ 2006 المرتبط، المرتبط دلوقتي السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه دي والسنه اللي فاتت مركزين، يعني التركيز كله كاتحاد على هذا السن اللي احنا الحمد لله متفوقين فيه. فدي في حد ذاتها برضو يعني حاجه كويسه. طيب النادي الاهلي بنى الفريق ده ازاي؟ يعني قوام الفريق وقوام البطلات اللي معايا في الاستوديو، هل هم من ولاد النادي الاهلي ولا ضمينا عناصر احنا شفناها كويسه في الانديه الاخرى؟ هو يعني 3/4 الفرقه من قوام النادي، يعني هتلاقي عنصر او 2 بس هم اللي من بره النادي المميزين اللي احنا جبناهم من بره بنسد بيها الاماكن اللي احنا محتاجينها. لكن بقيه الفرقه كلها من هم صغيرين مع في النادي الاهلي. نعم. ومن هم من ساعه ما ابتدوا والفرقه دي بطل الجمهوريه وبطل الدوري وبطل الكاس بدون منازع لغايه السنه اللي فاتت. ما شاء الله. الحمد لله، يعني الحمد لله. فالفرقه دي عندهم يعني البنات عندهم يعني ثقافه الفوز، وعندهم بيبقوا تقال في الملعب عارفين بيكسبوا ازاي. والسنه دي جبنا لهم مدرب منتخب ومدرب على اعلى مستوى. ماشي. ان هو بحيث ان احنا الفرقه دي نبني عليها ان دي تبقى الدرجه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله استراتيجيه ورؤيه يعني بصراحه تشكروا عليها كابتن ياسر لبيب، له دور كبير، وكابتن خالد العوضي. الحقيقه يعني ما شاء الله، لا يعني فرع اليد ان شاء الله يعني الدنيا ماشيه كويس. وخلينا اجي لك بقى كمان يا جودي، يمكن انت ما شاء الله لعبت مع المنتخب، دي اول بطوله ليك مع المنتخب خالص ولا لعبت بطولات قبل كده؟ لا اول بطوله. كانت صعبه البطوله؟ ها والله في الاول كانت موتره يعني، بس الحمد لله يعني بعد اول ماتش يعني ليه؟ هو كان شعور غريب في الاول ككله كسفريه وكناس جديده اول مره العب معاها، وكنت محطوطه في اجواء جديده خالص، كانت موتره في الاول، بس بصراحه الحمد لله يعني بعد اول ماتش والاجواء بقت احلى بكتير. طيب انت فاكره مجموعتنا كانت مين؟ ايه قولي لي. كان معانا كونغو، يعني المجموعه بتاعتنا كانت كونغو ومغرب وانجولا. انجولا. احنا كسبنا 3 ماتشات ولا حصل ايه؟ احكي لي يعني. يعني انا عايز برضو نشارك الساده المشاهدين مشوارنا في البطوله. والله اول ماتش كان الكونغو، هم انسحبوا، الطياره بتاعتهم اتاخرت او حاجه فانسحبوا، بس لعبوا بقيه البطوله. بعد لعبوا. لكن المغرب الحمد لله كسبناهم فرق كبير قوي، كان 40 12 حاجه ما شاء الله.
وبس بالنسبه لبقى ماتش انجولا ده اللي كان صعب قوي، بس الحمد لله يعني هو احنا نازلين ودارسينهم ومركزين معاهم قوي، بس هو كان يعني خلص كام؟ خلصنا فرق اثنين. بس انجولا ما خدتش البطوله. لا هي يعني دي بقى اللي كانت مفاجاه. يضحك اخيرا يضحك كثيرا ولا ايه؟ كانت مفاجاه ان احنا السيمي فاينل كان المفروض ان كنا معتبرين ان انجولا هتكسب غينيا عادي، بس في الاخير هم اللي خسروا. غينيا كسبت انجولا كانت مفاجاه، ومع ذلك احنا فرمنا يعني طبعا يعني مش قصدي كان بتكلم على كره يد، احنا كسبنا جامد جدا غينيا 29-16. هو كان اصعب ماتش بالنسبه لنا ماتش انجولا. طب خليني اقول لك حاجه برضو، يعني انه ممكن يكون ده نفسي، يعني هل مثلا ده نفسيا شويه ان انتوا انجولا ودايما انجولا، يعني انا في الباسكت دي اللي كان دايما عنده الحته دي، كنا دايما نشوف تيشيرت انجولا نص المستوى بينزل، هل دي كانت نفسيا شويه؟ هو ممكن كان فيها، بس والله يعني احنا نازلين اصلا دارسينهم وعارفينهم كل حاجه، بس هو بس ما توفقناش. لا كنا يعني كان في توفيق كتير جدا بصراحه، يعني وكور ربنا سترها جامد ربنا سترها جامد علينا. بس احب انا الصراحه الماتش الماتش كان كويس جدا بصراحه، واحنا كنا اجتهدنا فيه قوي بصراحه. طب جودي احلى ماتش لعبتيه ايه؟ انجولا. عشان كده فاكراه ومذاكرين كويس. فاكره بس حطيتي كام جون؟ عملت ايه الماتش ده اللي اخدتي فيه مان اوف ذا ماتش؟ خدتي صحيح بلاير اوف ذا ماتش. انا شفت الصور، صحيح شفت الصور. بس بيبقى صعب، يعني انا ما اتعودتش الوينجات تاخد بلاي اوف ذا ماتش، يمكن خط الخلفي شويه محظوظين، بس الوينجات بيبقوا صعب ان ياخد البلاير اوف ذا ماتش، خاصه لو المباراه تقيله، انما لو المباراه فيها جري ممكن. هو بصراحه كانت ميزتهم ان هم الوينجات بتاعتهم برضو كانوا دايما بيبقوا ضامنين على الباك، فكان بيخلصوا معظم الوقت على الوينجات، بس هو بصراحه يعني كان برضو توفيق طبعا من عند ربنا. طبعا. وكان ماتش لذيذ والله بالنسبه لي. اقول لك حاجه، انت بتتكلمي زي اختك برضو ساره، انتوا ما شاء الله عندكم يعني طله حلوه كده وبتعرفوا تتكلموا بجد. وسلمي لنا عليها وخليها تشد حيلها بقى هناك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نبارك لهم باذن الله. اجي لك بقى يا مزنه، يعني دخولنا المنتخب اكيد كان بصعوبه، كان في عدد كبير. كلميني بقى عن الاعداد والاختيارات، خاصه طبعا كابتن محمد دعبس يعني ما بيهزرش في التمارين. فقولي لي انتوا بدايه الاعداد بالمعسكر بالاختيار اللاعبات، احكي لي على الاجواء 3 4 شهور قبل البطوله. احنا اتجمعنا 30/6. يا ده بدري قوي. لا من قريب. لا يعني احنا النهارده البطوله بتتلعب في شهر 9، قعدتوا شهرين ونص كتير برضه. شهرين ونص بس دي كانت بدايه المنتخب. هو قبل كده يعني احنا المنتخبات عموما بتتعمل من قبل افريقيا يعني بسنه او سنتين. احنا اتجمعنا في وقت قليل قوي، اتجمعنا 30/6، بدانا معسكرات على طول. وفتره في مصر ولا سافرتوا؟ لا كنا هنا في مصر. فين بتمرنوا؟ فين؟ في المركز الاولمبي. اه المركز الاولمبي. حلو، بتنزل من الاوضه ويبقى الملعب على طول. بالظبط. ولا حاجه. انا كنت احب المركز الاولمبي بكده، بس طبعا كان قبل ما يتطور، لما كان قديم كان عذاب يعني. فاحنا كنا بنتجمع على طول كل اسبوع، هو بنخرج يوم واحد بس وبنرجع تاني. وفتره بقى الاعداد و فاكره كنتوا كام لاعيبه؟ يعني اللي سافر كان كام؟ 18 ولا سافر كام؟ 17. انتوا فاكرين كنت في المعسكر في بدايته كنت كام لاعيبه؟ يعني احنا في الاول كنا مثلا ممكن كنا 40، بعد كده بقينا 30، بعد كده بقينا حاجه و20، بعد كده بقينا 20. صفيته. رحله صعبه بقى. طبعا اللي بيتاخد في 17 لاعب دول بيبقى فعلا فت. طبعا. يعني بالذات في كره اليد. طبعا. طيب ما سافرتوش معسكر خارجي خالص؟ لا بس لعبنا ماتشات وديه هنا. مع مين؟ لعبنا مع فرق كتير قوي. لعبنا مع الشمس، ولعبنا مع اكتوبر، ولعبنا مع الجزيره. فرق اولى كلها. عشان سين. تبقى اقوى، وده بيني وبينك احلى من اي معسكر. طبعا. بس برضو يعني ان انتوا تاخدوا البطوله من غير معسكرات خارجيه ده في حد ذاته برضو انجاز بصراحه. يعني يعني اعداد يعتبر، هو احنا في فتره الاعداد الصراحه يعني لا كل حد عمل اللي عليه زياده. يعني احنا اشتغلنا فتره، احنا صحيح يعني هي الفتره كانت قليله، بس احنا حاولنا على قد ما نقدر نعمل كل حاجه فيها اللي هي خلتنا نستغنى عن المعسكرات الخارجيه. طب مزنة قولي لي، طبعا 30/6 ده يعني شهر 7/8/9 الصفر. طبعا. يعني انتوا راجعين يا عيني من البطوله، هو الساحل قفل؟ يا نهار ابيض. خلاص. مش كده؟ يعني رجعتوا بره، ايه ده هو قفل الساحل؟ ما لحقناش الساحل، مش انتوا قلتوا كده برضه؟ طبعا. ايه ده الكره، ما فيش حد في القريه دي؟ طبعا اتبهدلتوا جامد يعني. لا. حرمتوا نفسكم من كل حاجه. بس الحمد لله يعني خدنا حاجه كنا عايزينها كلنا، خدنا كاس افريقيا. صحيح. احسن من كل الساحل. ده احلى كمان، ما جاش لسه بطوله العالم ان شاء الله. انت عارفه امتى هي ولا؟ تقريبا شهر في 24. 24 او
دوري كام وفين فاكرين ولا 7 أو 8 بس عارفين فين؟ الصين. الصين. مشوار بقى. انت بص هتروحوا لوحدها دي بقى بتاعت يعني هتاخدوا لكم كده ترانزيت مثلا نقول يعني هتاخدوا لكم فيها 18 19 ساعه الصين بس ان شاء الله موفقين باذن الله والف مليون مبروك وان شاء الله تبقى يعني بدايه خير معاكي مع المنتخب ان شاء الله. هجي لك يا بسمله يعني نفس الكلام الاعداد كان صعب دخلنا البطوله شايفه اصعب ماتش لينا كان في البطوله ايه؟ انجولا بالرغم ان يعني ده ما كانش بطوله ماتش بطوله لا بس هو كان انجولا عشان هي كانت اكتر فرقه فاهمه اكتر بتعرف تمسك الملعب يعني مركزه غير كل الفرق الثانيه بس احنا برغم كده يعني الحمد لله تغلبنا عليها وكسبناها علشان هو بصراحه الجهاز الفني كله كان بيساعدنا وعطوا سكاوتنج وعليهم كلهم وبصراحه ما كانوا سايبيننا وقبل الماتش وفي نص الماتش وفي تايم اوت فده ساعدنا كتير بصراحه. طب بسم الله يعني انت لعبت الماتش ده تمام؟ طيب فاكره كابتن محمد كان مديكي تعليمات ايه؟ ايه اللي كان دورك؟ انت بتلعبي فيرويد. ايه كان دورك بقى في القصه دي؟ قال لك اعملي ايه؟ يعني فاكره التعليمات ولا نسيتيها؟ لا طبعا فاكره كان دايما لازم اظهر لهم اطلع اساند عليهم عشان هم كانوا بيلعبوا علينا عالي. دايما يعني تسندي هتطلعي بره الدايره. تمام. اساعدهم اني اركز كام باصه في السلبي حاجات كتير قوي كان المفروض نركز فيها في الوقت ده عشان كانت هتفرق تحركاتي تبقى صح. طب البوزيشننج يعني او لما تاخدي حد ورا ظهرك على الدايره الحاجات دي هل ده كان ليه تعليمات؟ هل هم كانوا اضخم منك جسمانيا؟ يعني كلميني بالتفصيل على الماتش هل هم كانوا اقوى كانوا اسرع؟ هم ما كانوش اسرع بس كانوا اجسام. اجسام طبعا. طبعا. بس احنا برضو يعني الحمد لله قدرنا ان احنا كنا كويسين كلنا ما شاء الله. وجودي نزلت في الاخر طبعاً. بصراحه يعني هي اللي جايبه لنا الماتش ما شاء الله. لا هو يعني طبعا احنا مبسوطين يعني بس الفرقه بتلعب وهي اكيد هتقول نفس الكلام هتقول ان الفرقه كلها ساعدتها. هي يعني نزلت في الوقت عملت اللي عليها وبزياده وكلنا بصراحه من اول ماتش كنا مركزين قوي على الماتش ده بالذات واحنا زي ما جودي قالت احنا كلنا كنا متوقعين انجولا هي الفاينل. وسبحان الله يا رب عشان كده دايما الواحد ما يعرفش ايه اللي في البطوله يعني فريق الطايره رجال مع المنتخب مصر خسرنا من الجزائر في المجموعه ورجعنا قابلناها في الفاينل وكسبناها فدايما انا وجهه نظري يعني اقع مع الفرقه البطل في المجموعه احسن 100 مره ما تشوفها في السيمي فاينل صح على الاقل هتخسر منها عادي مفيش مشكله بس ما تقابلهاش في قبل النهائي يعني تقدر تعوض. طيب مين تاني ماتش هنقول ماتش الفاينل طب لما الكونغو كسبت الانجولا وطلعتها في مفاجاه يعني انتوا كان ماتشكم التالت والرابع كان مع المغرب صح يا كابتن كان مع المغرب التالت والرابع كان نيجيريا كان نيجيريا ماتشنا مع نيجيريا كان قبل ماتش الكونغو وانجولا ولا بعده غينيا وانجولا غينيا وانجولا كان قبليكم ولا بعديكم لا كان بعدينا احنا كنا يعني انتوا كنتوا اتاهلتوا مستنيين تتفرجوا على الماتش طب شفت الماتش فين في الملعب ولا في الاوتيل في الاوتيل قولوا لي بقى اللي حصل في الاوض بعد ما كسبت انجولا احنا كلنا اصلا قعدنا نجري ندور على بعض عشان نقول لبعض بعد ما خسرت انجولا كله كان في اوضه بيتابع الماتش احنا كنا كده برضه كله كان قاعد في الاوض بيتابع الماتش صح وبعدين مشدودين احنا كنا بنسمع احنا كنا في الريسبشن مع الكابتن الموبايلات مسحوبه ايوه كله بقى ايوه قولوا لي كده الموبايلات مش معاكم فانتوا قاعدين في الريسبشن كان في شاشه بتتفرجوا عليها لا كمان بالموبايل احنا موبايل واحد ليكم كلكم او قاعدين بتهيصوا كان في انفعال قاعدين بتهيصوا وكنتوش عايزين انجولا صح او احنا بصراحه كان حاسه ان كانت ميزتنا برده في الحالتين هما الاثنين كانوا كويسين يعني انجولا عشان احنا كسبناهم مره فهم اكيد هيبقوا نازلين خايفين نعم وفي نفس الوقت يعني احنا عرفناهم وغينيا عشان برضو اسما هي اسهل من انجولا بس غينيا برضو يعني قصدي اقول لك ان هو يعني ما احنا قابلنا ما انتوش انتوا قابلتوا رجين ومنتخب رجيني ده في الفاينل احنا كده يعتبر كسبنا كل فرق البطوله ما عدا بس احنا كسبنا غينيا اللي كسبت انجولا بس خسرنا من انجولا بس ارجع اقول برضو ان انت كسبنا انجولا انتوا كسبتوا انجولا كسبنا كل الماتشات المجموعه لا كسبوها في المجموعه انتوا بتقولوا الماتش كان صعب كسبنا من انجولا لا طيب الكلام كله كان اننا وصلنا قلت غريبه يعني احنا الحمد لله كل فرق الحمد لله بس يعني ماتش انجولا هو اللي كان ماتش صعب شويه انما كسبناه فرق هدفين انما كل فرق البطوله كسبناها فرق سكور عالي ما فيش الا ماتش هو انجولا عشان هو ده يعتبر كان اصعب واحده هو ده اللي كسبناه فرق 2 بس وغينيا اللي كسبت طلعت المنتخب انجولي كسبناها فرق 12 يعني 13 كمان طب الشوط الاول كان شادد مع المنتخب الغيني في الفاينل ولا الدنيا كانت شادد الشوط الاولاني ما يعني في الاول كان توتر بعد كده بقى احنا فرقنا جامد في اخر الشوط الاولاني وكملنا بقى في الثاني فرقنا جامد بقى قوي كنا فايقين طب كابتن يعني اجيلك يعني هل ده ممكن يكون مؤشر كويس ان احنا في بطوله العالم نقدر نعمل حاجه يعني دايما منتخباتنا يعني منتخب الشباب اللي خد رابع خد بطوله افريقيا فاينل مع انجولا سوري فاينل مع رواندا
وكسبنا كتير وكان ساعتها متنبأ لهذا المنتخب ان ياخد مركز. هل حضرتك بتتنبأ لمنتخب زي ده انه ممكن يعمل حاجه في كاس العالم بحكم خبره حضرتك ومتابعتك للسن ده؟ بص يا هيثم، احنا عندنا مشكله في موضوع منتخبات البنات ان احنا بتبقى هي اللقطه، يعني انا بطلع اخد بطوله. يعني احنا دلوقتي بص زي ما هم بيقولوا لك انجولا انت كسبتها في كاس العالم، انت لما هتقابل انجولا هتلاقي قد كده 10 مرات الناس بتشتغل، هتفضل تشتغل تشتغل لغايه كاس العالم. لو احنا اشتغلنا على المنتخب ده، المنتخب ده يعني الجيل 2006 فيه عناصر كويسه، لو اشتغلنا عليها هيعملوا حاجه كويسه، بس اهم حاجه نهتم بيهم ونشتغل عليها. ما نجيش احنا دلوقتي احنا خلصنا دلوقتي بطوله افريقيا هنيجي قبل كاس العالم بشهرين ونبتدي نجمع، لا انجولا هتشتغل من دلوقتي وهتلاقيها معسكره عندنا سنه اشتغلهم. فانت صح، يعني انت قصد حضرتك ان ممكن المنتخب يعمل حاجه بس يتابع بس اشتغل معاه. اشتغل معاه يعني منتخب انجولا اللي هما بيتكلموا عليه البنات، منتخب انجولا دوت لسه متكون ماشي، قاعد في فرنسا قبل ما يجي البطوله، قاعد مثلا شهر شهر ونص في فرنسا قبل ما يجي البطوله. في شهر ونص دول بص المنتخب ده بقى عامل ازاي، بقى بيحتك معاك. بعد ما خلص البطوله نفس القصه، هيفضلوا مركزين على المنتخب ده عشان كاس العالم. الاربعه الاوائل هم اللي بتاهلوا كاس العالم. الاربعه فاكر الدور الثمانيه لما كسبنا كان المغرب، انا فاكر دور الثمانيه كان المغرب صح. لما كسبنا كان الجزائر، كان الجزائر المغرب او الجزائر. فوزنا فقال لك خلاص المنتخب ده ضمن مكانه في كاس العالم، ومع ذلك ما اكتفوش وخدوا البطوله. بس زي ما حضرتك بتقول، وده وضع على فكره المنتخب الكبير، اي منتخب عايزه ينافس لازم يستمر اعداده ملوش دعوه بالبطولات. بس لازم تهتم بيه من دلوقتي بعد ما انت خلصت، خلاص ياخدوا فتره راحتهم، اهتم بقى باللعيبه دي لغايه كاس العالم عشان اللعيبه دي تبدي. لكن كعناصر لا، عندنا عناصر كويسه طبعا، وعندنا ممكن نعمل حاجه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. طب جودي، يعني نفسك في ايه؟ امنيتك تحققيها؟ ايه اللي عايزه تعمليه في كره اليد؟ يعني طبعا عايزين نكسب كاس عالم ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني برافو الطموح ده. والله يعني حاسه ان هي مش بعيده، يعني والله احنا اجتهدنا جامد قوي يعني في شهرين ونص، والجهاز بصراحه تعب معانا جامد جدا، واللي خلانا نعمل كده في شهرين ونص ممكن يخلينا نعمل قدو 10 مرات في سنه. يعني صحيح، مع فرق اقوى منك مش حاجه بعيده ان احنا ناخد كاس عالم خالص. والله صحيح، كويس الطموح ده على الاقل، يعني ما توفقتش تاخد كاس عالم هتلاقي نفسك محقق نتيجه بعيده على الاقل. يعني بالظبط نوصل لحاجه. مجنى، يعني انت برضو ايه طموحاتك مش مع المنتخب في العادي، يعني سواء منتخب او غير منتخب، ايه اللي بتحلمي فيه تحققيه من كره اليد؟ هو لا، اللي هو الحلم الاساسي اللي هو ان شاء الله نروح كاس عالم ونحقق حاجه في كاس عالم. شرحت جامد شويه كده وانا بكلمك، يعني تخيلتي ايوه والدتك بتبصي كده وبتسرحي، فحسيت ان انت فعلا ده يعني عندك رغبه شديده ان انت تعملي حاجه في كاس عالم. ان شاء الله. ان شاء الله، وانا حاسه ان احنا نعمل حاجه في كاس عالم حلوه قوي، ما فيش حد قبلنا عملها. بسملة ايه؟ انا حاسه ان احنا قدها، وان احنا ان شاء الله في الفتره دي لو احنا اشتغلنا على نفسنا كويس وركزنا، ان احنا ان شاء الله هناخد مركز في كاس عالم، عشان احنا كل واحد في الفرقه في المنتخب كل واحد احسن من التاني، وكل واحد في مركزه احسن من التاني، فبجد كلنا كويسين قوي، وانا شايفه ان بجد كلنا هنقدر ان شاء الله. انا عاجبني ان انتوا يعني محترمين بعض، ومش كده بس، مقدرين مستويات بعض، والمنتخب اللي بيكون كده ان شاء الله يروح لحته بعيده، وهنتابعكم برضو في الاعداد، وهنتابعكم لغايه ما توصلوا كاس العالم ان شاء الله، تأدوا اداء كويس وتعملوا اللي انتوا عايزينه. طبعا بشكرك بسمله احمد، نورتيني وشرفتيني. مجنى طبعا احمد برضو بشكرك، نورتيني وشرفتيني. كابتن ياسر حضرتك مكمل معانا، كابتن سامح حضرتك مكمل معانا، جودي محمد بشكرك، نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نستكمل باقي الضيوف. طبعا كابتن سامح مكمل معانا الفقره الثانيه، وهينضم ليا طبعا ضيوف جدد على راسهم كابتن محمد داعبس المدير الفني، عشان نتكلم معاه عن الفتره اللي جايه، ايه البلان، ايه الخطه اللي هو قدمها استعدادا لكاس العالم القادم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا انضم لنا ضيوف جدد، برحب بيهم، برحب بكابتن محمد داعبس مدير فني فريق 2006 للناشئات بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، واكيد حضرتك من اسعد الناس ببناتك اللي طبعا كان عدد كبير منهم هو قوام المنتخب، بالاضافه كمان للاعبات اخريات كانوا يستحق يكون جوه المنتخب. بالفعل طبعا كلنا سعداء في النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي سعيد لان انا بدرب فرقه زي دي في النادي الاهلي، معظم قوامها من لاعبات المنتخب، لكن بالاضافه للاعبات اللي كانوا ليهم الحظ ان هم مع المنتخب، كان في كمان اثنين من اللاعبات لغايه اخر لحظه كانوا موجودين لسبب او لاخر، يعني ما وفقوش في ان هم ينضموا لزميلاتهم، لكن هم لاعبات كلهم على مستوى عالي، والحقيقه دي حاجه تسعد. واحنا اول ما جينا مع كابتن سامح لبيب وكابتن ياسر لبيب والاداره، اتفقنا ان فريق 2006 هو مشروع، يعني احنا بنشتغل على مشروع هو اللي هيؤدي ان احنا نبقى عندنا درجه اولى كامله او بنسبه كبيره، ما نحتاجش ان احنا نشتري لاعبات من بره.
لان احنا عندنا كم من اللاعبات في الفرقه دي الحمد لله رب العالمين هم على مستوى عالي، بتحاول دلوقتي ناهلهم من كافه النواحي ان احنا يكون هم الارث القوي للفريق الاول سيدات، ونكمل المسيره اللي النادي الاهلي بدا يشتغل عليها بقاله فتره ان شاء الله. هيحصل ان شاء الله يا كابتن، واهلا بيك. اهلا وسهلا، نورنا يا كابتن. طبعا برحب بجهاد وائل حارس مرمى الفريق، وكمان دي تاني مره تنوريني ما شاء الله صاحبه المستوى الكبير. اهلا بك يا جهاد. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. واكيد بنرحب كمان بنوها ايهاب خط خلف الفريق ونجمه الفريق. اهلا بيك يا نوها. اهلا بحضرتك. تاني مره صح؟ اه. قابلنا يمكن من سنه تقريبا. سبع شهور. سبع شهور كنت مع جهاد برضه. كنت ما شاء الله اكبر عليكم. يعني يمكن ابتدي مع جهاد الاول، يعني فاكره المباريات وفاكره الماتشات، انت على مستواكي كان ايه اصعب ماتش يعني ممكن كنت لعبتيه؟ لانه طبعا بيكون لحارس المرمى هو اخر واحد في الملعب. فبيشوف كويس جدا فرقته سواء في الهجوم او في الدفاع. رايك اصعب ماتش كان ايه؟ كان انجولا. انجولا كل اجمع على ده. هو بس عشان كان اول ماتش قوي. واحنا لسه برضو بنخش في مود البطوله ولسه بنسخن، فهو اول ماتش قوي فعشان كده كان التوتر فيه اكتر يعني. طب نيجيريا، ما هو نيجيريا برضو في قبل النهائي مش فرقه سهله. غينيا كانت في قبل النهائي، اسف، غينيا مش فرقه سهله. يعني قصدي اقول لك برضو ان انتوا قابلتوا مستويات قويه في قبل النهائي. بس طب ليه اخترتي انجولا؟ عشان زي ما قلت لحضرتك ان هو كان اول ماتش قوي في البطوله، اللي قبله كان ماتشات كسبناها فرق كبير، بس انجولا كان اول ماتش قوي، فكمان اللعيبه كانت متوتره. بعد كده علينا بقى بالمستوى يعني. طب انت على المستوى الشخصي احلى ماتش لعبتيه ايه؟ كان قبل النهائي والنهائي. قبل النهائي والنهائي عملتهم حلو الحمد لله. يعني هو لازم حارس المرمى نص الفريق، يعني انت لو ربنا وفقك وبتبقي يعني موفقه الفرقه كلها بتبقى موفقه. صح، بفرق اكيد مع الفرقه. صح، دي حقيقه. طب فاكره التعليمات كانت ايه؟ يعني كابتن يعني مدير فني كابتن رامي ساعتها قال لك ايه؟ هو انا بيبقى الكابتن اللي معايا كابتن وليد، ده مدرب الحراس. مدرب حراس المرمى. طبعا ايه تعليماته ليكي السكاوتنج على الفرقه الثانيه كان بيقول ايه؟ طبعا كنا نعمل محاضرات كتيره جدا طبعا بقى ان احنا نحفظ بقى لعيب وبيشوط ازاي والستايل والحاجات دي، فبذلنا يعني مجهود كبير. طبعا كان بيقول لي التعليمات العاديه اللي هي للاجوان، ان احنا ان شاء الله نعمل ماتشات حلوه، نركز، نعمل علينا بس يعني. طيب فتره الاعداد والاستعداد لبطوله افريقيا بالمعسكر بالدنيا دي كلها، انتوا كنتوا كام حارس مرمى فاكره في البدايه؟ بداتوا المعسكر كام حارس مرمى؟ اصل انا كنت مع الفريق الاكبر، فانا ما كنتش بتجمع مع فرقه 2006 كتير كمان. يعني انت كنت مع 2004. يعني انت الله اكبر، يعني انت حتى جاي على البطوله على طول، يعني انت بتلعبي مع المنتخب الكبير واكيد اساسيه كمان المنتخب الكبير صح؟ الحمد لله. الله اكبر، يعني انت ما شاء الله، يعني ايه اللي هو يا جماعه انا مذاكره الحاجات دي شفتها في المستقبل. هي بطولتين ورا بعض عموما. ما لسه مفاجاه. الله اكبر ما شاء الله. يعني لعبت البطوله الاولانيه واستنت هناك في تونس. ولعبت البطوله الثانيه مع وشروق كمان معاكي صح؟ وشروق. ايوه يعني ما شاء الله شروق برده كانت بتلعب مع 2004. الله اكبر عليك. بالظبط. ايوه. لا بس حاجه جميله جدا واحساس حلو ان انت بتلعب مع الكبار فتنزل مع الصغيرين تبقى متوفق قوي يعني. ايوه صح، يعني تبقى احساس كويس جدا. صح، خاصه يعني لما على الاكبر منك بتبقى الكره اسرع والكور اقوى، فانت بتنزلي تحت بتبقى الدنيا اهدى شويه، فرق سنتين برضو بتفرق. الدنيا اهدى بس بيبقى بقى في ضغط اكبر، ان انت بقى في فرقتك تحت ضغط تحت اقوى. طبعا عشان انت كبير عشان في فرقتك. ايوه صح، ان انت بقى لازم تدي اللعيبه خبرات من اللي انت واخدها ومسؤوليه. صح، اكبر وكده. صح. طب نوع جيلك يعني خلاص كل اجمع ان انجولا اصعب ماتش، انت على المستوى الشخصي لعبت احلى ماتش ايه؟ لا هو الحمد لله البطوله دي يعني كان كذا ماتش كان لعبت حلو. قولي لي مين؟ كان ماتش المغرب. الله اكبر. المغرب ده كان فين؟ كان اول واحد في المجموعات. كان في مجموعتنا اول. اول ماتش. وماتش انجولا برده الحمد لله كنت موفقه. ماتش غينيا برده لا الحمد لله كان النهائي. لا كان غينيا النهائي. النهائي قبل النهائي كان نيجيريا. معلش عشان بتلخبط، اللي قبل النهائي كان مع مين؟ نيجيريا. نيجيريا. طب كابتن قلت نيجيريا، حضرتك قلت لي غينيا فانا اتلخبطت شويه. نيجيريا كانت قبل النهائي. نيجيريا كانت قويه. لا ولا كانت ايه يا كابتن؟ نيجيريا كانت اضعف شويه. هو في فرقتين عملوا مفاجاتين يعني، غينيا ونيجيريا. نيجيريا كسبت مين؟ نيجيريا كسبت في مجموعتها تونس. صحيح. وطلعت وتونس منظمه البطوله فخدت ركبت الناحيه الثانيه. وغينيا كمان كانت في نفس المجموعه، فهما الاثنين طلعوا وانت وانكولا طلعت قابلتوا بعض. قابلنا بعض كورسات في الاخر. بس يا كابتن ده يدل برضو ان الفرق مش سهله، يعني النهارده انت بتاخد بطوله اكيد مش سهله لما تلاقي المستوى قريب كده. لا الموضوع مش سهل يعني، اصل اقول لو هي فرقه واحده قويه بتبقى البطوله يعني نوعا ما اضعف. هو البطوله مش سهله وفي نفس الوقت السن جاي، وخلي بالك افريقيا زي ما حضرتك عارف طبعا في الرياضه عموما من تحت بتبقى في مدارس زي المدارس الفرنسيه بتروح هناك وبتشتغل
يعني حتى لو شفت منتخب فرنسا السيدات او الشابات هتلاقي فيه كذا عنصر منه، وحتى درجه اولى رجال هتلاقي الافارقه اصحاب البشره السمراء بيكون قوه وكمان بيتسكنوا بالمهارات وبيدرسوا في فرنسا. انا قابلتهم في مره البحر المتوسط وانا ماسك منتخب 2000 وهم قالوا احنا ناخد اللعيبه من جنب يجمعوا ياخدوهم يودوهم بيدرسوا وفضلوا متابعينهم ومراعينهم لغايه الفرق الكبير. انا فاكر احسن لعيبه كابتن في برشلونه اللي كان مع الفرنسي اللي كان بكميل الله ينور عليك صاحب بشره سمراء. ايوه واحسن لعيب في برشلونه لما لعب قصاد النادي الاهلي في بطوله البوسنه. يعني الكلام حضرتك بتقوله حتى في الرجال مش السيدات بس بالظبط. هو كل حضرتك هي في عموم الرياضه دلوقتي انت عارف القاره السمراء يعني يا منجم ذهب في كل حاجه في كل مش حاجة. بس اللعيبه والله العظيم حتى في الثروات وكل شيء افريقيا كل هي سله العالم كله في كل الخيرات. بس اللي بيعرف يشتغل هناك والاتحاد الدولي للامانه بيوجه هناك دكتور حسن بعثات قويه هناك وخلي بالك الدكتور حسن هو اللي زق افريقيا كره اليد جامد دي حقيقه. انجولا بالذات هو متولي انجولا سيدات يعني فرق انجولا سيدات الاتحاد الدولي طبعا كل حاجه كل مصادر العلم هيدا. كنت بتفتح الكتاب مثلا اللي هو بيعرف تاريخ دوله انجولا او يعني ايه هي دوله انجولا هتلاقي فريق الهاندبول سيدات مذكور يعني من الحاجات اللي انا بتميز بيها. والباسكت كمان رجال والباسكت يعذبونا هم عندهم هناك احنا شفنا عذاب اليم والله يا كابتن في جيلي ده مع انجولا روقتنا والله العظيم. انا بقول لك بامانه كانت منتخب كنا بننزل نشوف تيشيرت انجولا يعني بصراحه كنا بنشوف عقده. بس انا عايز اجي لك برده يا نهى عشان برده انا ما اتكلمتش معاكي بشكل جيد. طيب ايه الفرق لما تلعب بشمال افريقيا لاعبات انت في الملعب بقى اكيد الكابتن عارف الكلام ده اكيد طبعا استاذنا في القصه دي بس انا بتكلم من وجهه نظر اللاعبات لما تلعبي فرق شمال افريقيا زي المغرب زي نقول مثلا الجزائر زي تونس وات ايفر يعني الفرق دي والفرق الافريقيه ايه الفرق اللي انت شايفاه انا بتغيري من طريقه لعبك معاهم ازاي؟ يعني هو الفرق اللي في شمال افريقيا بيبقوا شبهنا شويه جسمانيا شبهنا طريقه اللعب بتبقى شبهنا شويه بس احنا عندنا خبرات اكتر الهاندبول بتاعنا احسن بس فرق جنوب افريقيا بتبقى قوه اكتر سرعه اكتر فهي بتفرق في طريقه اللعب على حسب المدرب. يعني هو المدرب عايزنا نلعب بطريقه معينه فاحنا هنلعب بيها بس بحس ان فرق بتاع جنوب افريقيا بحس ان هم ما بيعتمدوش على الهاندبول بتاعهم على قد ما بيعتمدوا على القوه. بس بتعملي ايه بقى لما يعني انت دلوقتي خط خلفي فانت بتصوبي من بعيد وبتعملي اختراقات وبتحاولي توصلي للدايره فبيقابلك اجسام وتكتلات قويه انت بتعملي ايه بتتصرفي ازاي كلاعبه في الملعب؟ هم زي ما قلت لحضرتك هم اقوياء فانا لو رحت هاجمت عليهم جسم بجسم هم اكيد هيكسبوني بس انا لو لعبت بدماغي وبصيت على الثغرات بتاعتهم ان هم اصلا مش بيعرفوا يدافعوا مع بعض جماعي فهقدر اخترق واقدر اشوط من بره. يعني انا فهمت من كلامك ان في قوه بدنيه بس ما فيش التنظيم الدفاعي ولا التالنت في الهجوم فبتبقى الدنيا. طب انت لو جايه يعني على طول تحب تلعبي حد يعني من شمال افريقيا ولا تحب تلعبي حد من افريقيا السمراء في المنتخبات؟ والله هما الاثنين يعني كانوا بالنسبه لنا شفت بقى الاثنين جامدين اخف بقى وكده وكده كانوا بالنسبه لنا يعني عادي يعني عرفنا نلعب عليهم لان احنا الحمد لله عندنا مهارات كتير قوي نقدر نلعب بيها باشكال مختلفه على كل الفرق. يعني نهى انت شاركت مع الفريق الاول عندنا في النادي ولا لعبتي لسه او بتتمرني معاهم؟ طيب ولا اتمرنت معاهم شويه السنه اللي فاتت. محمد عادل صعدك اتمرنتي معاهم شويه؟ بس الدنيا قريبه يعني الله اكبر انتوا سنه او اتنين هتبقوا خلاص درجه اولى يعني بشكل كبير. ونفس الكلام جهاد انت لعبتي مع المنتخب يعني او لعبتي مع الفريق الاول انا اسف منتخبات طبعا بتلعب منتخب الكبير فريق كبير لعبتي معاه او اداك الفرصه كابتن محمد عادل؟ اتمرنت وفي ماتش يعني طلعته بس ما لعبتش بس كنت معاهم في السكور. بس دي حاجه كويسه جدا على فكره دي خبرات وده اللي مخليكم متميزين الحقيقه. خبرات طبعا اكيد في السن الصغير ده. كابتن يمكن اجل حضرتك برده يعني حضرتك اللي بتتمرن اللعيبه دي في النادي وحضرتك قلت كلمه حلوه مع كابتن سامح ان ده مشروع لحقيقة. وده المشروع اللي انتوا عايزين تبنوا عليه للفريق الاول بحيث ان احنا نيجي بعد سنتين ثلاثه نلاقي فريق كامل في كل الفريق الجيل ده. كابتن سامح مشكورا قال انه 75% او 80% من قوام النادي من ولاد النادي او بنات النادي اللي اتمرنوا او اتمرنوا في النادي من صغرهم. شايف ان الفريق ده بالكامل يقدر يطلع درجه اولى ولا ممكن تبقى يعني يبقى وقت هنطلع حد اعاره حد حاجه يكتسب خبرات ويرجع لنا؟ بتفكروا ده ازاي وهل ده سايبينها لوقتها ولا من دلوقتي شايفين الموضوع ده؟ بص حضرتك احنا اول ما جينا طبعا قابلتنا مشكله حضرتك طبعا اكيد تبقى عارفها لما يبقى عندك كميه كبيره او عدد كبير من اللاعبين بره في المنتخب بعيد عنك مش في حضنك بمعنى اصح لازم توجد الدافع لبقيه اللعيبه اللي موجودين عندنا. فاحنا خلقنا قدرنا نخلق الموضوع ده
بالعكس انا عندي كان عندي حوالي 8 او 9 في القوام بيتجمعوا، وقدرت كمان السنه اللي فاتت كابتن سامح قدر يضم الفردي على الزوجي، فضم جبنا كمان مجموعه من اللعيبه، فبقى عندي على الاقل كمان وانا بتمرن وماشيين لا المجموعه اللي معايا في الخطه التدريبيه والشكل التدريبي اللي احنا حاطينه بالوعي قدرنا احنا نخلق 5 6 لعيبات كمان يقدروا يسندوا مع اللعيبات دي. الفكره ان احنا بنعمل تكامل، الفرقه الجامده مش اللي عندها 6 كانديد، الفريق القوي اللي عنده 6 وعنده 6 كمان بره وعنده صحيح. كمان في المدرج فاهم حياتك، بحيث ان اي حد في اي وقت لا قدر الله حتى لو انت محتاج تريح محتاج تعمل الروتيشن بتاعك يبقى عندك. طب كابتن هم مضمومين على سنه فرديه، هم سنتين الفردي اللي معاهم كام؟ كانوا 2007 2007 اللي مضمومين عليهم دلوقتي. يعني هم الكبار في فرقتهم، هم الكبار في فرقتهم. ففي مجموعه الحقيقه جاب برضه يعني في لعيبه يعني من لعيبه من 2007 لا ادت وقبل البلاء حتى في الماتشات الوديه، على فكره احنا لعبنا ماتشات وديه حتى من غيرهم. وحطيت كنت قاصد ان انا احط اللعيبه دي في كده لان انا اللعيبه دي جايه بقى لها فتره محمله، يعني هم من نهايه السيزون اللي فاتت جدا ومع منتخبين مثلا دهاد ونهى مع منتخب اثنين ومن نهايه السنه اللي فاتت بيلعبوا 2004 و2006 وبعد كده دخلوا موضوع المنتخب 2004 و2006 وبعد كده يجي يلحم في الموسم على طول. لو انا ما ادوش الراحه الكافيه وقدرت اعمل الروتيشن ده ماشي هتحصل لي انا شخصيا مشاكل، فكنت لازم اجهز البدائل اللي تقدر تبقى طبعا على نفس المستوى. برافو. وهم كمان لاعبات ذو خبره اقدر اعمل الدمج ما بين اللاعبات دي، هنا هيديني الناتج اللي انا قلت لحضرتك عليه في الاخر، هيبقى فرقه قويه وعندها وعي وعندها درايه وعندها كمان هنسخ للعيبه خلال يعني حتى الشكل اللي انت هتدافع بيه الطريقه اللي انت هتدافع بيها. كابتن سامح بنقعد وبنتكلم طبعا وبرجع له انا هعمل كذا وهعمل كذا، كابتن سامح انا في البلان بتاعي كذا، وهو على طول للامانه متواجد معايا بشكل وداعم بشكل رئيسي بشكل اساسي. يعني هو طبعا على مستوى الشخصي هو اخ اكبر يعني بقالي فتره حدث ولا حرج يعني ضيفي العزيز دايما هو مدرب يعني يعني انا بعتبره اخويا الاكبر يعني بقالي فتره علاقتي بيه الحمد لله قويه برجع له بنتفق وبننفس في الملعب بس. طب 2007 لو اتكلمت عن نسبه في الفرقه بتاعتهم كام 2006 وكام 2007؟ طبعا الاغلبيه بتبقى 2006 لان هم الكبار بس لو قلنا كام لاعب مثلا وكام لاعب تقريبا؟ يعني احنا خدنا جنه ونور وخدنا شوقي وخدنا سما وخدنا لما لعيبه كويسه حوالي 5 او 6 كويس جدا 2007 ده ممتاز. وعلى فكره لعيبه يعني لعيبه يعني جايه يعني بقول لك لا ده كده كويس جدا لان يعني هو اصلا الجيل ده جامد يعني 2006 جيل جامد. اتفقنا مع حضرتك انا وكابتن سامح في الاول احنا لما قعدنا قلنا ده مشروع صحيح فاهم حضرتك هننتج منه او الناتج بتاعه هيكون كذا، حطينا البلان بتاعتنا على هذا الاساس ان انا خلال سنتين نادي الدرجه الاولى في السيدات بنادي الاهلي ما تحتاجش ان انا تدعيمات من بره الا يعني في اضيق الحدود. صحيح. وكابتن سامح بالعكس وهو بيشتغل ان هو يمد المشروع ده بشكل متتالي ل 2000 حتى السنه دي، من السنه دي بدا يحط عينيه 2008 محتاجه ايه؟ برافو. 2010 محتاجه ايه؟ مرتبط السنه الجايه 2010 وهكذا. يعني كابتن سامح بيحط 2010 محتاجه ايه؟ ويقول لي يجي يقول لي بص لي على دي كده شوف لي يعني برضو يعني الحاجه المميزه يعني لونج تيرم ده مهم جدا بصراحة. العمليه يعني بس كنا مفتقدين ده شويه كابتن الاراء بصراحه الاراء يعني. عارف هو بيعتمد كابتن سامح يعني دي حاجه برضو جديده بيبقى في تعدديه في الاراء طبعا فاهمني؟ والنجاح بيجي من هنا بالظبط ونشوف الصح ايه نعمله. فهي منظومه جوه منظومه ان شاء الله الهدف نوصل باللعيبات دي وهم باذن الله توفقوا وهتعملوا حاجه كويسه طالما النيه مخلصه باذن الله. بس انا عارف اسال نهى واسال جهاد عن المنتخب الكبير وعملتوا ايه وايه اللي حصل وليه ما توفقناش ناخد معاه 3 افريقيا. بس استاذنكم نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع فريق 2006 وطبعا مدربينهم في النادي الاهلي واللي فازوا ببطوله افريقيا مع المنتخب منذ ايام ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا خلال فقرتنا او فقراتنا وكمان في الانترو بتاع الحلقه احنا في منتخب 2006 للشابات واللي لعب بطوله افريقيا واللي فاز في الفاينل وخد البطوله وتاهل طبعا بناء على كده بطوله العالم او كاس العالم اللي جاي في 2024. عندنا من المنتخب ده 6 لاعبات دخلوا المنتخب يعني عدد كبير جدا وانتوا 17 لاعب يعني انت بتتكلم اولموست نص المنتخب تقريبا من الاهلي بالاضافه كمان لاعبتين كانوا يستحقوا يكونوا جوه المنتخب ولكن لظرف او لاخر او سبب او اخر مش هنتكلم فيه ما كانوش موجودين. يعني انت كنت ممكن يبقى فيه 8 لاعبات ومرشح لزياده يكون من النادي الاهلي. النهارده الحلقه عندنا اتكلمنا في الفتره اللي فاتت
عن احلام البنات وازاي لعبوا وازاي حققوا. شفنا كابتن سامح لبيب قال ايه، شفنا كابتن محمد داعب المدير الفني للفريق ده في النادي الاهلي قال ايه. قبل الفاصل كنت بتكلم مع نهى ايهاب طبعا نجمه الفريق ونجمه 2006، وبتكلم مع جهاد وائل حارس المرمى لانهم لعبوا مع المنتخب الاكبر 2004. يعني كلموني عن البطوله كانت فين، لانها كانت قبل 2006 كانت فين ووصلنا فاينل ما توفقناش، يعني كلميني عن البطوله بتفصيل شويه. هو انا يعني ما سافرتش مع 2004 بس كنت بتمرن معاهم يعني لحد لما نزلت 2006، فمش هقدر اقول قوي يعني الاجواء كانت ايه. طب انت فاكره هم لعبوا ايه البطوله، فاكره ايه اللي يعني كسبوا ازاي، وصلوا فاينل، خسروا من مين في الفاينل، يعني يعني لاي اوت كده للبطوله. هما البطوله كلها يعني كانت بالنسبه لهم لحد ما سهله، لان هم البطل السنه اللي فاتت، فكانت كل الفرق يعني كانوا ماشيين حلو قوي معاها. لعبوا في السيمي فاينل غينيا، وفي الفاينل لعبوا انجولا. هم خسروا من انجولا. فاكره خسروا قد ايه ولا فرق 2 أو 3 حاجه كده؟ الدنيا قريبه برضه. قريبه بعد كده. طيب انت كنت معاهم يا جاي؟ يعني فكلميني على الماتش الفاينل، يعني كل البطوله احنا كسبنا كل ماتشاتنا ولا ما توفقناش في حاجه؟ لا لا كسبنا كل ماتشاتنا عدا الفاينل بس. طب الفاينل مع انجولا الدنيا كانت اكسترا تايم يعني؟ طب احنا اللي كنا كاسبين وهم اللي تعادلوا ولا لا؟ احنا اللي تعادلنا معاهم. اتعادلتوا ولعبنا اكسترا تايم. وخسرنا في الاكسترا تايم بقى. طيب يعني بتهيألي ده توفيق، يعني ما اقدرش اقول حاجه، اكسترا تايم يعني الفرقتين قد بعض يعني او قوه بعض. اكيد توفيق فعلا من عند ربنا يعني. بس احنا طلعنا بطوله عالم برضه. طلعنا الاربعه الاول هم بيتاهلوا. بالظبط. مش كده زي برضه منتخب. طيب يعني البطوله دي ساعدتك وقوتك ان انت بتعامل البطوله اللي بعديها اكيد تبقى افضل صح؟ طبعا. انا كنت بتكلم يعني مع اللعيبه وكده في 2006 ان احنا مش عايزين نتحط في الموقف اللي انا اتحطيت فيه مع 2004، الحزن وكده، موقف بصراحه كان صعب قوي يعني. برغم ان انتوا تاهلتوا لكاس عالم بس زعلانين انتوا خدتوش طبعا. لا لا، لان احنا اصلا يعني اللي هو داخلين احنا هناخد البطوله، ما فيش اوبشن تاني اللي هو احنا ابطال. فدي طبعا كانت الحزن بقى في كده، وكنا كلنا بصراحه ضايقين جدا بقى وحزن رهيب يعني. بس الله اكبر عليكم يعني لما تكونوا مع المنتخب الكبير في السن ده والمنتخب الاكبر منكم، لا يبقى انتوا ان شاء الله مستقبلكم هيبقى بشكل كويس جدا. ده مش معنى كده ان اللي ما لعبوش ان هم لا، اكيد لهم مستقبل برضو، بس لما تاخد خبرات زيكم كده مع المنتخب او الفريق الاكبر بتبقى الدنيا احسن. ويمكن برضو كابتن محمد يقدر يزيدنا بكده وكابتن سامح، يعني هل لما دي سياسه من سياسات النادي ان انتوا بتصعدوا الاصغر يلعب مع الدرجه الاولى، يعني دايما بتخلوه ياخدوا ستيب اعلى، ولا ده مش عندنا في النادي الاهلي بتخلوا اللاعب يركز في سنه؟ بص يا عزم، هي مشكله عندنا ان احنا دور السن اللي يعني اللي هو المرحله الثالثه يعني. حلو. عندنا الدرجه اولى 4-6 تمام، فاحنا اللي بياخدوا من 4، فاهم ازاي؟ السته بنحاول نزق بقى يعني، دول بنحاول نزقهم فوق في الدرجه الاولى يلعبوا، فاهم، ياخدوا احتكاك. طب ما بيزقهمش مع 4 2004 يلعبوا؟ لا دول لعبوا اساسي 2004 يعني. دول يعني كل الخمسه او السته دول المجموعه دي اساسي من قوام 2004. ممتاز. يعني اساسيين في 2004. اساسيين في 2004 طبعا. طب حلو، يبقى التصعيد اهو شغال يعني. قصدي اقول ان التصعيد شغال، هو احنا بس عايزين ايه، ان المجموعه تطلع مع الدرجه الاولى شويه، الاحتكاك اقوى، فاهم ازاي؟ بس ممكن ما تسعش الدنيا عشان الدرجه الاولى ممتلئه. طبعا هي ممتلئه، بس ممكن تبقى في الاعداد شويه في حاجه يعني. بنحاول يعني بنحاول ان احنا نحطهم حتى معنويا، فاهم ازاي، ان البنات دي تبقى معاهم شويه فوق. صحيح. ولسه كده كده في وقت يعني، الحمد لله ما شاء الله، الله اكبر، هم 17 سنه، فلسه في وقت يعني. يعني سنتين ثلاثه لو شاركوا بشكل بسيط، السنه الجايه بيبقى اكتر، اللي بعديها بيبقى اكتر. يعني قصدي اقول الخطه دي ان شاء الله تجني ثمارها. لا لا، موجوده ان شاء الله باذن الله، ويبقوا في حته ثانيه باذن الله يعني ان شاء الله يعني. طب كابتن محمد، شايف بحكم ان حضرتك كنت ماسك منتخب 2000 و2000 دلوقتي خلاص الله اكبر درجه اولى دلوقتي خلاص كلهم بقى انتهى الموضوع يعني. فشايف ايه اللي ينقصنا في منتخبات السيدات والناشئات ان احنا نروح بطولات عالم نعمل حاجه يعني؟ الرجال والشباب والناشئين دايما الناس بتتابعهم وفي مربع، ايه الفرق يعني؟ احنا في البرنامج كنا دايما بنساند ده وعايزين ده، محتاجين ايه من وجهه نظرك عشان نوصل زي الرجال؟ هو محتاجين الاستمراريه، ومحتاجين احنا نحط البنات دول على تراكس محدد وبلان تبقى واضحه للجميع كانديه وكمنتخبات، والاثنين يشتغلوا في نفس السياق. يعني حضرتك قلت من شويه هل ده اثر؟ اثر، اللي هو موضوع التصعيد. نعم. انا بيخدمني مثلا في النادي الاهلي، انا بقى عندي 5 6 لاعبات اساسيين فوق، فبالتالي بقى ستار في فرقتي. مش بتخسرهم في التمرين يا كابتن؟ هي بالاتفاق، انت محتاج مين وهلاعب مين. صح، فاهمني حضرتك؟ طيب احنا بقى لي 5 بطولات افريقيا انا باخد الصغيره الناشئات وبخسر الشابات. يعني مواليد 98 كسبوا اول واحده خسروا ثاني واحده، مواليد 2000 كسبوا اول واحده خسروا ثاني واحده، 2002 كذلك،
2004 حلوه الدراسه دي 2004 كسبت ليه؟ النادي الزمالك بتسامح من شويه انت بتخلص بطوله افريقيا بيبقاش الوعي بتاع الفرق او الرجال والناشئين اللي هم في السن ده او المرحله دي ما بيبقاش عندهم الوعي الكافي. اتفرج على انجولا كمان سنتين، اتفرج على انجولا كمان سنه في بطوله العالم بيشتغلوا والاحتكاك دائم واحتكاك بره فاهمني بماتشات ومباريات في ناحيتك. الموضوع متوزع ومعروف من سنتين احنا منتخب وستة. لا شوف انجولا رحت هتلاقي معروف ومعسكراتهم امتى، مبارياتهم الداخليه امتى، مبارياتهم الخارجيه امتى، وهنسافر امتى. احنا بنجمع لكن حسب مفيش استمراريه قبل الحدث بشهرين ثلاثه. للامانه برضو الاتحاد المصري مشكورا مؤخرا قدر يخلق الدافع فعلا. كان قبل كده ما كانش فيه الدافع يعني قبل كده كانش فيه منتخب سيدات على فكره. مش بتكلم انا بتكلم الاتحاد فعلا ككيان قدر يخلق الدافع يعني من قبل كده كمان كان في مشروع فعلا اللي هو يتعمل منتخب اهو السيدات ده خلق الدافع لان كان كل بنات مصر يوصل عند 20 سنه عند 20 سنه شكرا لو لعبت في الدرجه الاولى بتاع ناديها شويه وبتزهق وشكرا. لا النهارده بقى عندي الدافعيه، النهارده بتروح منتخب اول بيبقى يروح افريقيا 10 سنين ما شاركناش بالظبط 11 سنه. انا دلوقتي بدور انا منتخب اول انا كمان اخش ضمن المربع عشان العب بطوله عالم. لو احنا قدرنا نخلق الدوافع دي كلها هتلاقي البنات دي كلها كله بيشتغل عشان كل واحد اكيد مفيش اللعيب القوي ما بيقفش عند الليمت معين يعني مش هتلاقي مثلا علي زين ولا يحيى الدرع ولا يحيى خالد ولا اللعيبه اللي لها اسامي كبار ولا القديمه ولا كان جوهر ولا كان ليه ليميت. لا بتلاقيه على طول كل ما يعمل قمه يحقق قمه يبص للقمه اللي بعدها بيحب اللي بعدها. المشكله مش ان انت توصل عشان كده قلت الخمس بطولات اللي احنا خدناهم في الناشئات ما خدناهمش في الشابات. المشكله ان انا اوصل، المشكله ان انا افضل مستمر في الوصول واروح من قمه لقمه بالظبط. ان انا اخلق الدافعيه للبنات او اخلق الدافعيه للمنتخبات واخلق الدافعيه كمان للانديه. ولازم يكون في لغه حوار ولغه نقاش ما بين الانديه وما بين الساده مدربي المنتخبات عشان خاطر نوصل برضو ان انا اللعيب ما يبقاش مطحون ما بين الاثنين. المدرب اللي انا مدرب النادي انا النادي هيحاسبني على نتيجه فانا باخد اللعيب انا ماليش دعوه انت بتعمل هناك. مدرب المنتخب طبعا يقول لك لا انا اللعيب يجي لي انا منتخب. ما لو ما فيش تناسق هتلاقي خلي بالك اللعيب فيه اصابات في لازم الموضوع يبقى ماشي سيستميك يعني لازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه وحاطه بلان للكلام ده. حطينا الكلام ده هنقدر نوصل لاقصى درجه ممكن. احنا على فكره حققنا 2004 فرغالي دكتور فرغالي حقق سابع عالم رامي عبد اللطيف قبل كده حقق تاسع عالم لا وصلنا لمراكز كويسه. ممكن نعمل ممكن نعمل بس مش عايزينها تبقى يعني مرحله بتوفيق او عدم توفيق. لا عايزينها تبقى بالتخطيط فاهمني حياتك. المدارس اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي في اوروبا حتى المدربين حتى احنا كثقافيا للساده المدربين لازم احنا نشتغل على نفسنا يعني لازم احنا نشتغل مع نفسنا. وانا واحد من الناس بحاول الكلام ده يعني انا برضو عايز اسالك كابتن سامح برضو حضرتك موجود هل احنا طبعا تركيزنا على اللاعبات ودي حاجه مهمه جدا ولكن برضو اكيد في ورك شوبس في ورش عمل في تراك انتوا ماشيين فيه مع المدربين هل ده وارد خاصه انتوا السنه دي تقريبا في اتنين راحوا معايشه بره افتكرت حاجه زي كده او حاجه حصلت يعني كلمني عن البلان اللي انتوا عاملينها للمدربين. هو بص احنا مدين من السنه فاتت يا هيثم ان احنا كان عندنا المدرب الاسباني مستر ديفيد ديفيدز ولا اللي قبل مستر لا اللي قبليه كانوا حاطين ياسر وكان دانيال ياسر والكابتن خالد العوضي عملوا قعدات مع المدربين مع الراجل ده بيشرح الفكر. السنه دي برضو ديفيز جه قعد مع المدربين وابتدى يشرح في الاول بس هو الفتره دي هم مضغوطين شويه فاهم ازاي لكن البلان ده محطوط ان هو يجي ويقعد خاصه ان مستر ديفيد زي ما شفناه وهو بيحاضر في بطوله البوسنه عملوا له محاضرات وحاضر في مدربين كتير يعني قصدي اقول ان هو راجل محاضر ده لازم نستغل الفرصه دي وبييجوا ينزل الملعب ويشوفوا المدربين وبيصلح التكنيك بتاع اللعيب والكلام ده كله فاحنا ماشيين الحمد لله في خطى ان احنا نبقى في حته تانية باذن الله يعني. وانا برضو عايز اسال اللاعبات يعني هل بيحصل مثلا كلام مع كابتن محمد عادل زولا كراجل مدير فني الفريق الاول هل بيقابلكم مثلا بيديكوا توجيهات هل في يعني لينك مع الفريق الاول برضه حاجه برضه تهمنا ان انتوا في الاول والاخر هيبقى مستقبلكم للدرجه الاولى هل بيحصل ده ولا لما بيبقى في تمرين اكيد بيحصل يعني احنا لما بنشوفه اكيد بيقول لنا كومنتات مثلا او لو في تمرين بيبقى كده يعني في
لا في تواصل يعني. طب وانت يا جهاد برضو نفس الكلام، هل في تواصل مع مدرب حراس المرمى ومدرب اللي في الدرجه الاولى، بيشوفك لو في حاضر مباراه بالصدفه ليك وبيوجهك، يعني في اللينك ده ما بين الدرجه الاولى ولا لا؟ في التمرين موجود اللينك في التمرين الحمد لله. موجود، وحاسين انتوا بتستفادوا من اللينك ده اكيد. طبعا. في الاول في الاخر يعني الدرجه الاولى دي برضو خبره، يعني انت بتطلع بتاخد خبرات بتفيدك مش بس اكيد. مستوى، انت محتاج خبرات. طبعا. ويمكن كابتن محمد يعني انا بشكرك فعلا، يعني الراجل وضح كده من وجهه نظره ايه اللي محتاجه منتخب مصر. يعني انا اراجع الاستمراريه والدوافع والحوار ما بين الانديه والمنتخبات، لانه من غير الحوار انت هتتعرض لا اما الاجهاد يا اما الاصابات لا اما لا اما. ولكن هل مثلا بنفكر، ما الاتحاد برضو ممكن يكون معذور لان البادجت اللي ممكن تبقى محطوطه له ممكن تبقى بادجت مش بالكبر الكبير اللي يقدر بيها يمشي في نفس التراك رجال وسيدات، شايف ده ممكن يكون عائق برضو يا كابتن؟ لا يعني ما شاء الله بصراحه، يعني الاتحاد بقاله فتره من الاتحاد السابق والاتحاد الحالي ماشيين في خطه اقتصاديه كانت تكيب الحقيقه فلوس كويسه وقدروا يخلقوا رقم صحيح. وقدروا فاكر رقم 50 مليون ده كان وصل اعتقد 150 مليون وصل 150 اعتقد كان الكلام ده، دي سياسه طبعا ناجحه للاتحاد ككيان قدر يخلق للمنتخبات والدوري المحلي كمان. والدليل منتخبنا الاول للرجال طبعا ومنتخب السيدات لما اول مشاركه افريقيه بعد غياب قدر يعمل برضه نتيجه كويسه الحقيقه الحمد لله في السنغال، منتخب 2004 في كاس العالم اللي فات، منتخب 2006 في افريقيا، منتخب 2004 انا بشد على كل البنات بقول لهم هارد لك وصلت النهائي، ده في حد ذاته بطوله كويس جدا وخسرنا بشرف بعد اكسترا تايم، وخسرت بشرف واكسترا تايم. توفيق وعدم توفيق ده موجود في الرياضه، ما نجلدش ذاتنا زي ما بيقولوا. لا مش عائق، الاتحاد بيقدر يوفر الحمد لله، بس هم اتظلموا 2006 الحقيقه البنات دول اتظلموا، مش معدات كويس هم 30/6. لا احنا انت كنت بتعمله قبلها بسنه سنه ونص، تلعب بحر متوسط، بتروح تلعب بحر متوسط في السن ده ممكن مره وممكن اثنين كمان بحر متوسط بعد كده تخش افريقيا. اتظلموا ليه بقى؟ كورونا وتوابعها يعني في لخبطه حصلت بس في البلان وتوابعها، فهم اتظلموا يعني. فالحقيقه لا اعتقد ان شاء الله يعني بالساده الموجودين حاليا في الاتحاد والساده المدربين الزملاء يعني ان شاء الله يبقى الحظ ليهم اوفر واقوى الفتره الجايه، يقدروا يحققوا مع البنات كل اللي هم عايزينه. ونجاح البنات بيخلق خلي بالك في الانديه حاله تخلي كل ام وكل اب وكل مدرب عايز يبقى بنت من بناته موجوده في الحته دي، فبيبقى حريص ان هو يبقى ماشي في نفس التراك. صحيح. حقيقة يا كابتن، طب نهى قبل ما نختم الفقره امنيتك ايه وطموحاتك ايه زي ما اتكلمنا من سنه؟ وانا صراحه امنيتي ان انا ان شاء الله اطلع درجه اولى النادي الاهلي، ويعني ان شاء الله اسافر كاس العالم ده يجي لي عقود مثلا من بره يبقى احتكاك احسن. نفسك تلعبي بره؟ ان شاء الله. ان شاء الله تقدري باذن الله ان شاء الله. جهاد يعني انت ايه بقى نفسك في ايه، بتفكري في ايه؟ خاصه الحمد لله ما شاء الله يعني الله اكبر ربنا يحفظك ماشيه بخطه كويسه جدا الحمد لله. لا ان شاء الله طبعا خطوه كاس العالم دي خطوه مهمه، يعني لازم ان شاء الله نحقق فيها ميداليه. استعدادها طبعا هيبقى مختلف عن افريقيا وكده، شغل تاني. طبعا وطموحات طبعا ابقى في فيرست تيم النادي الاهلي يبداوا يدعموا. انت لعبتي كاس العالم قبل كده صح ولا؟ لعبتي مع 2004. 2004 صح كده؟ ايوه كنا مع بعض بعد كاس العالم. أيوة صح. صح انا فاكر. وكنت بطوله افريقيا اللي قبليها خدت فيه كاس تقريبا او حاجه انا فاكر. صح انا فاكر. افريقيا ناشئات 2004. خدتي افضل حارس مرمى صح؟ ولا لا خدتي خدتي حاجه يعني خدتي افضل لاعب بس أيوة. في كاس العالم. ايوه الله ينور عليك. أيوة. صح انا فاكر حاجه زي. فانت عايزه تكملي عايزه توصلي معانا. بالظبط. وفيرست تيم النادي الاهلي طبعا ده حاجه برده شرف لاي حد، بس ان شاء الله يعني يبقى في دعم يعني من الناشئات، خصوصا ان احنا الحمد لله عندنا خبره كويسه دلوقتي لعبنا كذا بطوله، فاكيد اكيد هنفرق مع الفيرست تيم يعني. بس وبشكر طبعا معلش في النهايه لا خدي راحتك بشكر طبعا اسرتي يعني كانوا دعم كبير ليا في كل الاوقات بصراحه، والدي ووالدتي وجدي يعني برده بحب اشكره جدا، وجدتي كله يعني بصراحه اشكرهم جدا جدا بصراحه، وقفوا جنبي على طول على طول واقفين جنبي. وانا بشكرهم معاكي وبشكر كل اسر اللاعبات لان الحقيقه هم السل او الخليه الاساسيه اللي بيها البنات واللاعبات يقدروا هم الاساس طبعا. وخلينا برضو نهى تشكر لان طبعا كده يعني لو بابا ومامتها هيقولوا شفت جهاد في جارتنا يعني تشكري مين يا نهى؟ احب اشكر والدي ووالدتي طبعا لان هم كانوا داعم كبير قوي ليا، معايا في الماتشات على طول يعني فعلا كانوا بيقلقوا عليا على طول دايما عايزني على طول ابقى في احسن حاله. واحب اشكر اخواتي بجد يعني لان هم كانوا على طول ما بيسيبونيش وعلى طول في ظهري، حتى دراسيا كانوا على طول دعم ليا، فالحمد لله يعني احب اشكرهم جدا بعض. ويعني مهما قلت مش هيكفيني فيهم كل الكلام بجد. ان شاء الله وربنا يخليكم لبعض ومزيد من التوفيق. اكيد بشكرك نوى ايهاب طبعا نجمه الفريق، نورتيني وشرفتيني. حضرتك
جهاد وائل حارسه المرمى، طبعا نورتيني وشرفتيني والف مبروك. شكرا جدا. ضيف العزيز كابتن سامح حبيبي لمين حبيبي ويعني صديقي الشخصي للمراه دايما بشكرك ومزيد من التوفيق ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد دابس ربنا يكرمك ويوفقك السنه دي يعني ما شاء الله. يعني وانا بتكلم حضرتك مشروع يعني مدير فني، مش مشروع انت خلاص عديت بقى مشروع دي ما شاء الله اكبر. شكرا. لا ليك مستقبل كبير يا كابتن محمد، نورتني وشرفتني. شكرا جدا يا فندم، انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده في قناه النادي الاهلي. ان شاء الله ومبارك لك بالفوز قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا مع 2006 منتخب مصر، لاعباتنا من النادي الاهلي كل التوفيق ليهم، عندهم بطوله عالم السنه الجايه 2024 في الصين، يأدوا فيها اداء كويس وهو ده اللي احنا عايزينه، فريق السيدات والناشئات والشابات يكون نفس المستوى نفس الاعداد ونفس الاهتمام زي اللي في الرجال. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.